يعني والله يا ليت المخرج بس يعيد لنا هاللقطه هذه يا ليت لان اشوف عدد الفريق اللبناني تقريبا 9 لاعبين موجودين داخل خطه 18 لكن ما في انتشار بالشكل الصحيح. نعم راح نرد باللقطه ان شاء الله بعد ما نتابع الهدف. يمكن الان هذا الهدف الرابع الان اعتقد الهدف الرابع ايضا كره عرضيه شفنا التنوع في اللعب بالتالي كل اريحيه اللي قاعد نشوفه من الفريق الطاجيكي هذه الهجمه طبعا. شوف عدد الاثنين ضد او ثلاثه ضد ثمانيه شوف ايه شوف ثمان داخل 18 ضد ثلاثه وبالتالي افضليه دائما الفريق يعني امانه قاعد يشوف اللاعبين ويطالعونه يعني كذا لاعب كان نعم. لاحظهم لو حتى يعني حتى حارس المرمى يعني يتحمل هالهدف يتحمل يعني مثل ما احنا قلنا نفس زاويته يعني هدف يعني زاويه صعبه على اللاعب يعني شوف يعني عدد اللاعبين يعني تابع معي شوف يعني الزاويه جدا صعبه والحارس وقفته غلط يعني فتح الزاويه يعني المهاجم كانه يقول له سجل لكن الفريق الطاجيكي يعني ما تعب اسلوب سهل البسيط لانه ما في مقاومه اصلا من الفريق الامام يعني شوف يعني حتى اليوم احنا خلال مباراه اليوم فاجئنا الفريق الطاجيك حتى باسلوب لعبه مغاير تماما عن اللعبتين السابقتين او ثلاث لعبات يعني حتى مع الفريق البوتاني كانت اغلب اهدافه من العمق اللي هي الكره الطويله اللي خلف الدفاع خلف قلوب الدفاع ومن ثم الانفراد او التسديد لكن اليوم الاهداف جت من يعني من طرق مختلفه من التسديد من العرضيات من الونتو يعني اليوم في تغيير وفي يعني ولاحظنا في شغله مهمه جدا يعني الاربع اهداف تناوب عليهم ثلاث لاعبين اللي هو رقم 10 ورقم 9 ورقم 18 يعني هم اكمل خطوره الفريق الطاجيكي هم دائما القوه الهجوميه الضاربه للفريق الطاجيكي تكمل بهالثلاث لاعبين اللي يعني لو نلاحظ الثلاث الاربع اهداف كلها من صناعه الثلاث لاعبين هذيل يعني شوف رقم 10 سيدورف ومحمد حسن اي فعلا ورقم 18 يعني شوف يعني هم اللي سجلوا وهم اللي صنعوا حق بعض يعني دائما صنع الاهداف يكون ما بينهم والتسجيل ما بينهم فهذا يدلك ان هذا فريق عنده قوه